بس انت طلعتي غاليه قوي عند حسام بيه يا مدام منار. الراجل سايب شغله ومصالحه وقاعد معاكم من امبارح. وسيادتك باي حق تتكلم بالطريقه دي؟ هيك بتهزر ولا ايه؟ اه بهزر يا حسام بيه. الواحد ما عارفش يهزر ولا ايه؟ لا هو موقف اللي احنا فيه اظن مش مستاهل اي هزار خالص. كفايه ان حضرتك من بيتنا هنا من امبارح من غير اي وجه حق. وبعدين سايب المحامي بره ومش عايز تدخله ليه؟ انا مش فاهم هو في ايه؟ في ان المحامي ملوش لازمه. لان خلاص اللي قتل ساره وزياد اعترف. ومدام منار طلعت بريئه. بجد؟ بجد والنبي؟ بجد ولا سعادتك بتشتغلنا؟ اشتغلكم؟ ليه؟ على فكره انا زيكم ما نمتش من امبارح. لان المأمورية اللي سبتكم علشانها كانت بخصوص قضيتك. عشان تبقوا تصدقوني. ها ليه حق اهزر بقى ولا ماليش يا حسام بيه؟ تهزر طبعا يا عسليه، طالما منار طلعت بريئه اعمل اللي انت عايزه. مبروك. ده السلاح اللي ارتكبت بيه الجريمه. اه طب هو مين يا فندم اللي ما تستعجلش، ثواني وهتشوف بنفسك. طب وبالنسبه لمنار وعمر يا فندم؟ هتعرضوا على النيابه الصبح وشويه اجراءات صغيره ويقدروا يروحوا على طول. ايوه هو انت شريف؟ طب اسمعي دي كمان بقى. بيقول لك مره واحد شك في مراته قال لها انا مسافر ليبيا. اشمعنى ليبيا يعني؟ ما تخليها اسكندريه زي المجنونه بتاعتك. يا بنتي اسمعيني بس، المهم قال لها ايه؟ انا مسافر ليبيا. راح مستخبي في دولاب اوضه النوم. جت مراته وهي وصاحبها. راح قعد وهو في الدولاب جوه بيقول لها يا بنت الكلب، طب اصبري عليها بس لما ارجع من ليبيا. عجبتك؟ موت موت يا زياد تجنن. انت عارف انا بحبك قوي ليه كده؟ ليه يا قلبي زياد؟ عشان دمك خفيف وبتضحكني، مش زي الكئيب اللي انا متجوزاه. خرابي. مين؟ شريف. انا الكئيب اللي انت متجوزاه. شريف بص بص يا شريف. ابص على ايه؟ هو انت لسه عندك كلام تقوليه يا ماما؟ افهم بس يا شريف افهم. انا فاهم كل حاجه كويس. انت لازم تفهم اني لا غبي ولا حمار عشان اقتلكوا انتوا الاتنين وادي نفسي في داهية.